والآن مع أخبار المال والأعمال مع شروق عماد. إليك شروق. شكرا لكما دينا ومرنا، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة لنشرة السادسة. أهلا بحضراتكم. انعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للتحضير لاجتماعات الدورة 112 للمجلس على المستوى الوزاري المقرر عقدها الخميس المقبل. وناقشت اللجنة التي تنعقد برئاسة اليمن بنود مشروع جدول أعمال الدولة، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس في دورته السابقة ونشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية المقرر عقده في مملكة البحرين 2024، إلى جانب بحث عدد من الجوانب الاقتصادية الأخرى. تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفي إلى 30 من سبتمبر بدلا من السادس من الشهر نفسه، مع ضرورة وضع ثمن السلع والإعلان عنها للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية. ووصل عدد المحال المشتركة أو المشاركة في الأوكازيون إلى 1720 محلا تجاريا متنوعا ما بين أدوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية. هذا وتسهم التخفيضات الموجودة بالأوكازيون في زيادة القوى الشرائية للمواطنين بشراء أكثر من منتج، وتساعد التجار على عرض كل بضاعتهم الموجودة لديهم. وإلى مؤشرات البورصة المصرية، حيث انتهت تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه ليربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه. وارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 37% ليغلق عند مستوى 18,584 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 36% ليغلق عند مستوى 3,754 نقطة. وكما صعد أيضا مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 22% ليغلق عند مستوى 5,517 نقطة. هوت أسهم تشاينا إيفرغراند جروب بنسبة 87% في تداولات اليوم ببورصة هونغ كونغ، وذلك بعد استئناف التداول الأول لأول مرة منذ 17 شهرا. لدى هذا الانخفاض إلى تقلص قيمة الشركة السوقية إلى 586 مليون دولار فقط من ذروة بلغت أكثر من 50 مليار دولار في عام 2017، وذلك بحسب وكالة بلومبرج. وكانت شركة التطوير العقارية الأكثر مديونية في العالم قد كشفت عن خسارة 4.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري. انتهت جولتنا الاقتصادية لنشرة السادسة، وعودة من جديد إليكم مرنا ودينا. شكرا لك شروق.